والله احنا مشاركين في المعرض لان احنا عضو رئيسي في منظمة ريكسو، وهذا المعرض يقام كل سنتين، والبوث اللي انتم شايفينه في الخلف عشان نظهر المارين اوبريشن جروب. شنو المارين اوبريشن جروب في شركة نفط الكويت؟ شنو مهماتها الرئيسية؟ شنو يقوم من عمليات لحماية البيئة وتنظيف البحار من أي انسكابات؟ شنو الأكتيفيتي اللي نسويها نشارك فيها في خدمات المجتمع للحفاظ على البيئة البحرية وأيضا البرية؟ فإحنا شغالين على الطرفين الحمد لله. والله الحمد لله إحنا ربحنا جائزة في ورقة عمل تقدمنا فيها اسمها الريسبونس والكابابيليتي، القدرة والطاقات اللي عندنا في الاستجابة للانسكابات النفطية في البحر. وكنا في الورقة هذه بينا شلون المعدات اللي عندنا وشين الخطط اللي جاهزة عندنا للاستجابة حق أي انسكابات نفطية عندنا، والحمد لله أخذنا فيها أورد. الأورد الثاني هو لأن ويار بلاتينيوم ريسبونس حق المعرض، فأخذنا أيضا جائزة على المشاركة والدعم من شركة نفط الكويت.